اوقاتكم نحييكم هنا في هذه الليله هنا في اخر مباراه هذا اليوم في ملعب دورة الحسينيه. واقول من البدايه صلوا على خير من ربى الثرى ثم سلموا حتى تنالوا الملتقى. نحييكم هنا في استقبال جولتي الاولى في بطوله شباب ملكان الخامسه. بلا شك بانها بطوله غنيه عن التعريف عزيزي المتابع، ليس النسخه الاولى وليست الثانيه وليست الثالثه بل هي الخامسه عزيزي المتابع. نتكلم عن لقاء مقرر بين فريق النجوم اللي سيلعب امام الرشيد، والرشيد يبحثون عن اول كره ويبحثون عن اول مرشد في اللقطه الماضيه. نعم احمد في خط الامام وحيده بالرقم 9، الجانب الاخر النجوم عزيزي المتابع اللي يكون رئيسهم بلا شك عادل السلمي، وبالتالي نعم المدرب اوهو على الكرة الماضية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اوه على الكرة الماضية. اول هجمة للنجوم يسجلون الهدف اللي كان حاضر في اللقطة الماضية. الله 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 على الهدف اللي كان حاضر من ابراهيم اللي صوب الكرة بيسرى اسكنان للمرمى اسكنان بالشبكة في بداية هذا اللقاء عزيزي المتابع في اول دقائق. يسكن الكرة الماضية نحو المرمى بشكل مناسب، وبالتالي لعب في وقت التكلم عن تشكيلة الضربة الركنية. الان ضربة ركنية ونتابع كيف قد تكون كرة قصيرة ملعوبة بشكل مناسب الى جيتي. اوه يا سلام يا سلام الله 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 احمد جيتي مربي طريقة رائعة، موه بانه يلعب الكرة عرضية لكن اختار ان يكون حاضرا لزيارة الشبكة واسكن الكرة واسكنها الى المرمى. وصلوا الى المرمى مرة اخرى هنا في ملعب درة الحسينية، وبالتالي لعب فريق النجوم في ذروة القوة والإثارة يعودون مرة أخرى للمرمى ويسجلون الهدف الثاني. الآن ماذا في الماضية؟ وبالتالي نعم تناقل بالكرة بشكل سليم جدا على مستوى أرضية الملعب. نعم يتكلم عن النجوم. يا سلام 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 اوه على الكرة الماضية. حتى الآن ما زال الرشيد يريد 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 إلى عبد الله يلعب في الكرة الماضية. يبحث أن يكون حاضر في اللقطة الماضية. جميل الله يا سلام على التحرك في الكرة الماضية. أي توقع من كرة النجوم جل الدقائق واستحواذ على مستوى أرضية الملعب مشكلة حاضرة من جانب لاعبي فريق النجوم الصبحي. واحدة جميلة الله 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 يا سلام يا ابو بكر حاضر في اللقطه الماضيه. ما زالوا يتحركون في الملعب للنجوم، والرشيد ما زال يبحث وما زال يريد ان يظهر، لكن الان 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 جول 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 يا سلام يا سلام يا سلام يا حارس المرمى ابو بكر حاضر، ولكن الان ذهب الخطر وزال الخطر بلا شك. يا سلام يا سلام يا نيازي بخارج القدم يبحث عن السيان. جول 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 يا الله يا الله على الكرة الماضية. السيان يظهر نحو المرمى عزيز المتابع ويضيف الهدف الأول بتمريرة مميزة 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 مميزة. البداية من نيازي أعطى التمريرة بالكعب إلى خالد، وخالد بخارج القدم أرسلها إلى سالم وقال يا سالم أنت والمرمى، وسالم كان حاضر. السيان ما كذب خبر، السيان ما كذب خبر في اللقطة الماضية. أسكت على مستوى المتابعة المستمرة، متابعة الكرة المستمرة تصل التمريرة. حاضر 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 عصيان إلى خالد يريد أن يرد الدين. الله 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 كان عليه دين عصيان وعليك بأن تلعب الأسيست إلى خالد، وخالد يسجل الآن بعد غفلة المدافعين في الكرة الماضية الهدف الرابع عزيزي المتابع عن طريق خالد اللي كان حاضر في الكرة الماضية. استلم الكرة ومر من الحارس ومر بالكرة للشبكة، واتصال بالشبكة ليس شبكة الواي فاي انما شبكة ملعب درة الحسينية. يا ضرور مرة اخرى الراب عاد حارس المرمى اللي لم يشهد كثيرا من الخطورة هو حارس المرمى عبد السلام السلمي. معها عزيزي المتابع عبد العزيز ينهي مجريات الشوط الاول
هنا في بطولة شباب المنكان. الفصل الأول في الجولة الأولى بين النجوم وبين الرشيد ينتهي بتقدم فريق النجوم 4-2. عزيزي المتابع، لا نقول لكم سوى أكثر من الصلاة على خير بشر. صلوا على خير من وضع الزرع ثم كيف قد تكون عبد الله الحنفي اللي سيتقدم على مستوى تنفيذ الكرة من جانب لاعب فريق الرشيد. يا عبد الله، وماذا قد تكون هذه الكرة يا عبد الله الجميلة؟ لكن برافو 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 عبد الله العامري، وايضا كان حاضر على مستوى ابعاد الكرة الماضية. هو الثاني بنظام النقاط. عزيزي المشاهد، نتابع التمريرة حاضرة، وصلت الان عبد الله وحدة الى محمد في اول كرة تصويبة. الان الكرة الماضية من محمد اللي حاول. سلامات، لاعب واقع هنا فني أبسط أن يكون حاضرا بالهدف. وصلت إلى الصبحي، هذا اللاعب الموسيقار. يا سلام يا الصبحي، غير مسار إلى نياسي يبحث عن عمر سلو اللي يريد أن يكون حاضرا. هدف أبيض، وممكن هي الكرة الحكم لا يريد غير الكرة في المحطة الماضية، وبالتالي لعب اللي كانت. عزيزي المتابع، في 86 هدف الأسهل لمارادونا، هدف في وقت البحث عن الهدف. كان ممكن أن نشاهد بأن عبد الرحمن يأتي بالخبر السار. عبد العزيز الشيخ اللي أشار بأن الكرة ذهبت إلى مرمى ركنية، فالعودة السريعة مارسيلو، تصويبة قوية. الله يا مارسيلو، أصغر اللاعبين كان حاضرا في الكرة الماضية. مارسيلو أمام الطارق، أراد أن يكون من أحد اللاعبين اللي يطرقون المرمى. يحاول في كل الكرات، تشاهد التمريرة هي على ضربتين ممكنة أن نرى أثمان ولا على ضربة واحدة. الله يا سلام، حتى هذه ما مرت. عبد السلام شخص المباراة في هذه الليلة. عزيزي المتابع، ما شاء الله أهل على باردة، تصدى للكرة الماضية أيضا، صعبة كانت في زاوية مغلقة، كانت ممكن أن تكون مخادعة في الكرة الماضية، لكن عبد السلام يقدم صورة كبيرة، يقول أبحث عن كريشين في هذا اللقاء، وبالتالي الكرة قبل ذلك وصلت. عزيزي المشاهد هناك، وبالتالي اللاعب يتقاسم ثلاث نقاط مع صقور اللحيان على مستوى ثلاث نقاط لجميع الفريقين. وبالتالي نتكلم بين الرشيد، وايضا هي ميرانيا عدت وضاعت بشكل غريب من اسماعيل عدنان، عدى بالكوره وداود الرئيس اللي حتى لا يستغرب في بعض الكرات. مع عزيز المتابع، شكرا للنجوم، مبروك للنجوم، شكرا للرشيد ايضا. هذا اوفر، قدموا لنا صوره كبيره. نعم، هي كرة القدم في بطولة شباب المنكان بلا شك هي بطولة مستمرة، ونحن في الجولة الأولى. بدينا نقول صلوا على خير من وضع الثرى، ثم سلموا حتى تنال الموت. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد. نحييكم ونقول لكم في أيام قادمة بمشيئة الله لنا لقاء في هذه البطولة المميزة. يا طارق.